أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقلنا إن أحسن تفيد أن مرتبة أقل منها وهي حسن، فأمرهم الحق أن يتركوا الحسن ويأخذوا الأحسن. وقلنا إن الموضوع في أن الإنسان وهو من الأغيار إذا ما أصابته مصيبة من أحد يكون له غريم، فإذا ما كان له غريم تحركت نوازع نفسه. حين تتحرك نوازع نفسه إلى عقاب بمثل ما عوقب به يبيحه الله له، ولكن يطلب منه إن قدر على نفسه أن يعفو. يبقى العقوبة ما دامت مشروعة من الله بمثل ما عوقبت تبقى حسنة، حسنة. لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت يبقى ده مرتبة إيه؟ يبقى مرتبة أحسن. وقلنا دي جاية علشان ليه كده؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز، للعواطف مهمة في حركة الحياة وللغرائز مهمة في حركة الحياة، ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها، ولذلك لا يقنن للعاطفة، ولكن الغرائز يقنن لها. كيف؟ قال لك حب الطعام غريزة؟ نعم غريزة، ولكن يجب أن لا يصل منك إلى مرتبة النهن والشرع. بقاء النوع أو المتعة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن ما يكونش عندك إلى مرتبة الشرود في أعراض الناس. حب الاستطلاع غريزة وتنفع المجتمع، لأن الذين اكتشفوا نشأ من حب استطلاعهم على أسرار الوجود، لكن ما يصلش إلى التجسس الاستزلالي. الله، إذن ففيه غرائز يعليها الشر. الغرائز لما يجي يعليها الشر يقول لك مثلا زي كلمة الحب اللي احنا كنا بنقولها دي، يقول لك انت حب من شئت وابغض من شئت، لان دي مسألة عاطفية، ولكن من ابغضته لا تظلم، ومن احببته لا تظلم الناس له. وجبنا حتة سيدنا عمر، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، قال له لا دي بلاش دي، يعني من الولد من المال الكررها رسول الله. فلما كررها رسول الله علم عمر رضي الله عنه بفطرته أن ذلك أمر تكليفي، والتكليف لا يتأتى في العواطف، فعلم أن الحب المراد هو الحب العاطفي. الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول ما من أنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني؟ فأنا أحب رسول الله حب عقلي، قد يتسامى إلى أن يصير حب إيه؟ يحب حب عاطفي. الإنسان منا كما قلنا سابقا يحب الدواء، أيحبه بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ده هو مر ويزعل لما ما يلاقيش الدواء في الأجزخانة، وينبسط من اللي يجيب له الدواء في الإيه؟ في الأجزخانة. يبقى بيحبه بإيه؟ بيحبه بعقله. يبقى إذن التكليف هنا الحب الإيه؟ الحب العقل. سيدنا عمر لما مر قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له لو إزو نفسك عني كده، أنا أصلي ما بحبكش. فالرجل بكل جرأة إيمانية قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. يعني حب ولا ما تحب انت؟ وأنا ماله ما تحب ولا ما تحبش. نعم. فهنا بقى يأخذوا بأحسنها، مثلا حينما يقتل إنسان لولي الدم أن يقتص، لكن الحق يحنن قلب المقتول على القاتل. وبعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. بقى في معركة وصراع العواطف، فين واحد اعتدى على دم وخده يقول فمن عفي له يسميه من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء يجي مثلا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن إيه، ولذلك أكده إن ذلك لمن عزم
الامور، لانه قال صبر وغفر. ما دام صبر وغفر يبقى فيه غريم له ولا لا؟ لكن مثلا افرض ان مصيبه نزلت على الانسان بدون غريم، مرض، طب غريمك مين في المرض بقى؟ هتزعل من مين؟ هتيجي على مين؟ هتنفعل على مين؟ ولذلك يقول ايه؟ اصبر على ما اصابك، اي مما لا غريم لك فيه، ان ذلك من عزم الامور. ما اكدهاش بمين؟ بالله، انما ديك هاكدها بايه؟ لان ليا غريم يهيجي ساعه ما اشوفه، انما في الثانيه ماليش ايه؟ ماليش غريم. فالحق بيقول ايه؟ مرغم ياخذوا باحسنها، يعني اذا وجدت لهم ذريعه حكم في شيء وفي احسن منه ياخذوا بالاحسن. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا روض نفسه على الاحسن يبقى فهم عن الله. ليه؟ اما قال لك لان واحد اساء لك، ممكن ان تسيء ايه اليه، بس لاحظ انها تكون بقدر، فعاقبه بايه؟ طب ومن الدقيق في الموازين حتى يستطيع ان يعرف المثليه بالضبط. واحد ضربني الم، طب وانا اقدر بقى احدد حكايه ضربه الالم دي ازاي؟ ممكن احددها ازاي؟ ما يمكنش، لان دي متناسب مع القوه ومع الدفع ومع المش عارف ايه مساله. يوم يقول لك طب وانا ليه هدخل في الايه؟ في الاشكال ده، ما نعفو وخلاص ايه؟ وننتهي. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينهي تراث القلوب، لان لما يجي واحد يقتل لواحد ويبقى فيه قصاص ودم ومش عارف ايه، يتمسك بانه ايه يقتله ومش عارف ايه، تفضل التره موجوده ولا لا؟ ولكن اذا عفا ولي الدم يبقى المعفو عنه ده حياته هبه من ولي الدم. لما تبقى حياته هبه من ولي الدم يبقى يستعي ان يجعل حركه من حركات هذه الحياه ضد ولي الدم او من يقرب من ولي الدم، يبقى انهينا ولا ما انهيناش؟ ولذلك البلاد اللي يحصل فيها التارات وعرامه الاخذ بالتار دي في البلاد زي الصعيد مثلا، يقول لك اذا جاء القاتل وخد كفنه قال على ايده ودخل على ولي الدم وقال له انا جيت لك اهو بكفن ومش عارف بيعمل ايه؟ خلاص بيعفو عنه، والأسرة كلها تفهم ان دي بقى هبة حياة، وهذا هبة من من؟ هبة من هذا. تصف الثارات ولا ما تصفيش؟ لكن اذا كنت احد تفضل كده خدتها، ما بنقولش حاجة، انما وامر قومك يأخذوا بايه؟ باحسن، يعني ان وجد حكم وجد. طيب واحد مدين ولوش قادر ان يوفي الدين، يقوم التشريع يقول لك ايه؟ فنظرة إيه؟ إلى ميسرة. وإن كنت عايز بقى يعني كده، ما دام هو اقترض يبقى محتاج، والقرض ده لا يكون إلا عن حاجة، إنما السؤال يمكن عن حاجة وعن غيري يبقى ما يقترضش، ولذلك ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة. ليه؟ أم قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، ولأن المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله من أول الأمر أخرجه من إيه؟ من تعلق نفسه به، طلعت صدقة، إنما حين يخرج تبقى نفسه إيه؟ فكلما صبر مع تعلق نفسه أخذ أجره. يبقى القرض إيه؟ أحسن من الإيه؟ فبقول لك ما دام اقترض يبقى محتاج، وما دام أنت أقرضته تبقى عندك وواجد، يبقى إيه أنظره لحد إيه؟ فنظرته إلى؟ طب وإن كنت تعفو وتسيب الحكاية يبقى من أحسن، يبقى في حسن وفي إيه؟ الاحسن، وان تاخذ حقك المسؤول، والثاني ان تتنازل. اللي بيتنازلوا بقى بيبقوا فاهمين عن الله فهم واسع، لان مثلا قيل للحسن البصري كيف يطلب منا الشارع اننا نحسن الى من اساء الينا؟ فقال كلمته، قال الا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ لان لما واحد يسيء واحد، احنا جميعا خلق الله ولله المثل الاعلى، هب ان إنسان عنده أولاد وواحد منهم أساء للآخر، قلب الأب يكون مع من؟ كذلك نحن خلق الله، فإن أساء واحد من خلق الله واحدا آخر من خلق الله، يبقى رب الخلق ده مع مين؟ يبقى مع اللي إيه؟ اللي أسيء. يقول اللي أسيء ده يقول يا سلام بقى الإساءة بتاعتي ديا خلت ربنا في جنبي، والله ده يستحق أن أنا إيه؟ أحسن إليه. نعم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
ولذلك ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وفي ايه ثانيه يظن واتبعوا احسنه ما انزل اليكم من ربكم. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. شوف بقى ساريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين دي قالوا مين؟ دار الفاسقين قالك النار. قال انا حوريكم النار. يبقى معناه بيقول ان في نار وانتوا هتمروا عليها كده وتايه وتشوفوه. طب وجايب سيره النار ليه في الحكايه دي؟ ام قال لك دي علشان يربط في النفس انه يبعد عن ايه؟ عن كل امر يقربه ايه؟ يقربه. او ساريكم دار الفاسقين اللي هم انتم غلبتوهم اللي هم قوم في الايه؟ فرعون. شوفوا ازاي بقت كذا وخدتوا منهم كذا وخدتوا منهم الكنوز والمقام الكريم ولا الى اخره. وان كنتوا تحبهم ان ما قالكم يبقى ما قال دول اعملوا زيهم، وان كنتوا عايزين المقال يبقى غير زي دول يبقى التزموا مين؟ من يبقى ساريكم دار الفاسقين معناها حملهم على مين؟ على ما في الالواح وعلى ان ياخذوها بقوه وعلى ان يتبعوا احسن ما ان ايه؟ ما انزل الله. او دار الفاسقين اللي انتوا بتمروا عليهم في الغدو والرواح اللي هي ناحيه الشام، اللي هي مثلا مدائن لما جانا اخاهم شعيبا ايه اللي حصل لها، والى ثمود اخاهم صالح ايه اللي ايه؟ ايه اللي حصل لهم؟ ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. احنا قلنا الايات تطلق على ايه؟ ثلاث اطلاقات. الايات اولا جمع ايه وهي الامر العجيب الملفت. والايه اما ان تكون ايه كونيه في الكون المرئي زي قلنا ومن اياته الليل والنهار وخلق السماء والارض والى اخره، واما ان تكون ايه دلاله على صدق الرسول في الايه؟ في البلاء، واما ان تكون ايه قرانيه فيها حكم من احكام الايه؟ هنا بقى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. عن اي ايه؟ الذين يتكبرون في الارض بغير الحق انا اصرفهم عن ان ينظروا نظره اعتبار في ايات الكون. او الذين يتكبرون في الارض بغير الحق انا ابطل كيدهم في ان يتجهوا للباطل بالهاد. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض. ساعه ما تيجي المؤمنين يقول لك يا عم ده سحر ده شعوذه ده مش عارف ده ايه، يجي قران يقول لك يا عم اساطير الاولين اكتتبها، ما هو بيتكبر في الارض بغير الايه؟ بغير الحق. ساصرف عن ايات، ووجه الصرف انه يعمل ايه؟ ما دام هو متكبر فهم نفسه ان هو ايه؟ والانسان لا يفهم نفسه متكبرا الا اذا ظن ان من يراه غير مساو له، يوم يعمل انه ايه؟ نقول له طيب يا سيدي اتكبر زي ما تتكبر، هتتكبر بايه؟ مقومات الكبر ايه؟ قوه. الم تر قويا ضعف، غنى الم تر غنيا افتقر، جاهل ألم ترى ذا جاهل صار ذليلا. إذن اللي يتكبر يتكبر بشيء ذاتي ما يسلبش منه، هذه أصول التكبر. فإذا ما حبيت تطبق هذه على البشر ما يمكنش يوجد واحد متكبر أبدا، لأن ما فيش حاجة فيه ذاتية أبدا بل كلها موهوبة، والأغيار بتحدث علشان تبهلنا أن دي موهوبة. إن كانت ذاتية حافظ على قوتك، إن كانت ذاتية حافظ على مين؟ على غناك، إن كانت ذاتية حافظ على عزك، إنما أنت ما بتقدرش تعمل حاجة. يبقى إذن مقومات الكبرياء في البشر غيره إيه؟ ذاتية. قوله يتكبرون بغير حق تفيد إن فيه كبرياء بحق. الذين يتكبرون إيه؟ بغير إيه؟ يبقى فيه كبرياء بإيه؟ ايوه كبرياء بحق، اللي كبرياء ذاتي مش موهوب من احد، ولذلك كان الكبرياء لله.
عندي الكبرياء اللي ذاتي خلاص يبقى أدلب. ولذلك الذي يتكبر اعلموا أن كل متكبر في الأرض لا يخطر الله بباله، لأنه لو خطر الله بكماله في باله لتضاءل. يبقى مدام متكبر كده يبقى ربنا ما بيخطرش بباله، إنما اللي خطر بباله اللي إيه؟ الناس اللي إيه؟ ولذلك تضرب المثل، تيجي واحد مثلا رئيس غير مرؤوس، الرئيس الأعلى يعني، ورئيس لقوم ومرؤوس لآخر، خلاص؟ ومرؤوس بس، يبقى عندنا كم حاجة؟ رئيس غير مرؤوس، ده الرئيس الأعلى، ورئيس مرؤوس، يعني فيه تحت ناس وفيه فوق إيه؟ خلي بقى الرئيس المرؤوس ده يجي على الجماعة اللي هو رئيس عليهم ويقعد ويحط رجل على رجل ويدي أوامر ومش عارف إيه وينفش ومش عارف إيه، وبعدين التفت لقى الرئيس بتاعه دخل عليه. ولذلك المرؤوسين يمكن يختلس السخرية والضحك. الله، إذن هو مدام مش الرئيس بتاعه موجود ينفش على مين؟ على المزاج. فكذلك الناس إن لم يستحضروا الله في بالهم يعملوا على بعض أيما، إنما إن استحضروا الله بكبريائه يقول لا ما حدش يتكبر أبدا. سأصرف عن آياتي، أصرف عنه ما أعمل إيه يعني؟ هم مش منصرفين عن آياتي، آياتي الكونية فلا يعتبرون، آياتي الدليل على النبوة فلا يصدقون بسبب آيات القرآنية فلا ينفذون أحكامها، مش ده مرادهم؟ طب أنا حديهم مرادهم أعمل إيه؟ أطبع على قلوبهم، اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج من الإيمان ما يدخلش، مش هم عايزين كده؟ طب أنا حدي لهم الحكاية دي، أو أصرفها فلا يستطيعون التغلب عليها، ودي مع وجود حركتهم في الحياة، أو أصرفها بأن أهلكهم فلا يستطيعون أن يصنعوا إيه؟ شيئا من هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل كل آية، يعني من الآيات إياها يا آية كونية يا آية إعجازية يا آية أحكام، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه لما يروا سبيل الرشد مات؟ لأن سبيل الرشد بيضغط على شهوات النفس وأراضيها، عايز يقولوا لا بلاش ده عايز دي، لكن الغي بينطلق ما دام. ليه؟ قال لك ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه أشياء أثمن أثمن، يبقى نظرة سطحية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والسبيل بقى مرة تبقى مذكرة ومرة تبقى مناسبة، عشان افرض انك انت بتقرأ يعني مرة وتقول ايه كل هذه سبيلي، تقوم تقول مرة قال هذه ومرة قال سبيل الرشد ويتخذوه ومش عارف ايه بقى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. ايه اللي خلاهم؟ ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال لك ايوه، لانهم صرفوا نفوسهم عن الهداية، والهداية اللي بتعمل ايه؟ تبين الطريق المستقيم الى الغاية المرجوة اللي هو السبيل الايه؟ كل هذه ايه؟ سبيل. اوعوا تتبعوا السبل، سبيل اتبعوا هذا السبيل، اوعوا تتبعوا الايه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، برضو آياتنا، ما هو إن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وبرضو هنا وكذبوا بإيه؟ بآياتنا. وكانوا عنها غافلين. احنا قلنا زمان إن الغفلة ما كانتش توجب الجزاء عليها، لأن الغافل ده ساهي وناسي، أم قال لك لا ده هم صدفوا عن الامر صدوفا عقليا مقصودا لدرجه انهم يفهم منهم ايه ولا هم هنا ولا دارين عن الايه عن الحكايه دي. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره كلها، كم جت الايات كم مره هنا؟
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. والذين كذبوا بآياتنا، إذن المسألة كلها منطها في مين؟ في الآيات، كونية للاستدلال على من أوجبها، خلاص، وإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل إيه؟ رسوله. قرآنية لأخذ منهج الله لتقييم حركة الإنسان. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. معنى حبطت أعمالهم، يقولك الشيء ده حبط يعني هبط كده، أكنه كان نافش، مش كده؟ أكنه كان إيه؟ نافش، وبعدين إيه؟ حبط. نافش يعني في ظاهر الأمر أنهم عملوا أعمال إيه؟ أنهم أعمال حسنة. تقول له أيوة، قد يوجد من يعمل عملا حسنا نافعا للناس، ولكن أفي باله أنه يعمله إرضاء لله أم للشهرة في ذاته أم لسماء الناس عليه أم للجاه والمركز والنفوس؟ ولذلك الرسول لما سئل عن من الشهيد قال لك الذي يقتل إيه؟ لتكون كلمة الله هي الولاء. لأن الرجل قد يقاتل حمية، يقاتل ليعرف مثلا أنه إيه؟ شجاع. يقول لك من قاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي الولاء. إذن ففي واحد يعمل عمل يظن كثير، ولذلك يقول لك إيه؟ بقى الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا مش عارف ايه وعملوا كده وقال له بقى دول، يبقى يقول له ايوه، لان دول عملوا وليس في مالهم الله. هو انت تاخد اجرك الا ممن عملت له؟ لكن الله سبحانه وتعالى هل اضاع اعمالهم الحسنه ولا ادها لهم في الدنيا؟ من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. اللي زرع واحسن اختيار البذور واختيار التربه وروى بنظامهم بيجيله الزرع ولا ما بيجيش؟ اللي بياخد الاسباب ويحكي ما بياخدها ولا بيجيش؟ لان ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبيه. وعطاء الربوبيه عام لكل خلق الله، مؤمنا او كافرا، عاصيا او طائعا. لكن عطاء الالوهيه اللي في المنهج افعل ولا تفعل ده خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. فاذا ما احسنوا استعمال اسباب الحياه في سنن الكونيه يبقوا ياخذوا حظهم منها ولا لا؟ واخذوا حظهم من تخليد ذكرى، اقامه تماثيل، مش كده، مكافآت، مش عارف كل يوم يعملوا لهم حفلات تكريم، خدوها. يعني ما حرمناهمش من ايه؟ من الاعمال. نعم. واما الجزاء اللي في الاخره نقول لا، الجزاء اللي في الاخره ياخذه من عمل لرب الاخره. اللي عمل رب الآخرة يبقى ياخد مين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، خلاص، صحراء واسعة كده وبتاع، السراب. وانت عارفين السراب؟ السراب لما الواحد يكون ماشي كده في أي وقت من الأوقات يخيل أنه قدامه مية ويقعد يمشي ما يلاقيش مية، أدي اسمها الإيه؟ السراب. وله تعليل علمي مذكور في العلوم، كسراب بقيع يحسبه اللي مش ظمآن ما يهموش ده ميه ولا مش ميه، انما الظمآن ساعه ما يشوفه يعمل ايه؟ يقول لك الميه جاهي. شوف ازاي الظمآن، انما الثاني سراب اهو شايفه ميه ولا مش ميه ما يهمنيش، انما الظمآن ده يقول لك يا ريته يبقى ايه؟ يا ريته يبقى ميه. حتى كسراب بقيع يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مش بس المهم انه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده. فوجئ بان الاله اللي كان ما بيصدقش انه موجود هو عنده. طيب اللي انت عملته ولا هوش في بالك ده عايز منه اجر؟ لا، اداك الاجر في قانون نواميس الحياه الكونيه، اللي يحسب حاجه ياخد ايه؟ ياخد جزاءه عنها. حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي ما يعملون بتوجيه منا. اللي يأخذ منا، اللي يأخذ الأجر منا، اللي عمل عمل بتوجيه من مين؟ ونحن في إيه؟ ونحن في بال. ولذلك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وأخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده أي من بعد ذهابه لميقات مين؟ لما قال لي لهارون اخلفني في قوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي طبعا احنا عارفين انه هو ما يتزين به الذهب والجواهر والاشياء دي. لكن في اشياء الذهب سيدها دايما، لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه ما انت عايز، واذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء. ولذلك يقول لك الذهب ده كالانسان الطيب، انسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل. فلما تسمع كلمه زينه صحيح يدخل فيها الماس ويدخل فيها الزمرد والياقوت والمش الكلام ده يدخل فيه، انما الذهب ايه. ولذلك تجد ان العالم مهما ارتقى لم يصنع رصيد امواله الا بالايه الا بالذهب. هو الذهب الايه يجيب الياقوت يجيب الجواهر يجيب الماس، لا ما يمكنش. يبقى هي الحلي اذا اطلقت يبقى المراد بها بايه الذهب. وهي دي اللي خدها موسى السامري وسيحها وعمل منها تمثال الايه تمثال العجل، لان الماس والعمليات دي ما يمكنش ايه ما يمكنش تتسيح ولا تعمل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، حليهم ده كانوا مستضعفين وكانوا مستذلين وكانوا مش عارف ايه وكانوا ايه. اما قال لك ايه هم كانوا احتالوا على الاقباط اللي في مصر وخدوا منهم الحلي يعني سلفة كده، وبعدين قامت الحكاية بتاعت الغرق والبتاع فخدوا الايه خدوا الحلي ايه وياهم من حليهم عجلا. العجل ده هو ذكر البقر جسدا. ساعة ما تسمع عجلا جسدا يبقى ايه محجب يعني له ايه حاجة. وكلمة جسدا اخذ منها اهل التفسير ان هو بدن لا روح له، زي ما تقول ده فلان ده جثة، فلان ده ايه يعني كلمة جثة يعني ما فيش فيه ايه مش فيه روح. جسدا وقوله له خوار، لو ان الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار، انما له خوار يدل على ان جسديته ما كانتش تدي الايه الخوار. يعني مفهوم الكلام هو جسدا وبعدين قال له خوار. لو كان جسد يعني فيه روحه وحياته مش عارف ايه كان يبقى طبيعي ايه ما دام عجل يبقى له خوار، انما كونه قال له خوار دليل على ان الجسديه بتاعته ما كانتش تدي ايه ده. فجاب الوصف بتاع له خوار. الخوار ده اللي هو الصوت البقر، صوت الايه صوت البقر. طب وده زي قالك لانه لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الالهه اللي من الاحجار وال يعني اله بقى يعمله اله نفيس، فعمله من الايه ان وعمله من الحلي المسروقه عمله من الحلي الايه المسروق، يعني عشان يبقى حرام كم مرة. ما هم بيقولوا الواحد قال له انت واحد فاسق بتشتهي ايه، ام قال له انا اشتهي كأس خمر في رمضان. اعوذ بالله، كأس خمر لوحده ايه وفي رمضان حرام. وقال ويكون مشترا بثمن خنزير والخنزير مسروق. قالوا له ليه العملية؟ قال حتى يكون حراما أربع مرات. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قالوا كيف صنع له الخوار لهذا الجسد؟ قال لك إن اللي عمله عمله بطريقة بحيث إذا استقبل من دبره هبة الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه
البقر حين يخرجوا من ايه، ودي عملية بنشوفها في الناي، الناي الغابة المخروقة دي، مش الرجل المصوت بيقدر يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه. فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه؟ عمل فيه الحيلة دي، الحيلة انه عمل جهة من دموريه تستقبل الهواء والجهة التانية تنفذ منها الهواء، وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي هو عجلا جسدا له ايه خوار. وقصة بقى العجل جاية بقى في صورة مين؟ في صورة طه، جاية بقى بوضوح، والسامري والموضوع ده. فإحنا مش عايزين نتعرض لها الآن دلوقتي لحد ما نتعرض لها إيه؟ في وقتها. عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه، وش مال اختار العجل يعني؟ أما لك لأنهم هنا كان طالعين من مصر وشايفينهم بيعبدوا الإيه؟ بيعبدوا العجل، وكانوا بيعبدوا العجل لمزية فيه، لأن هي العبادة الأشياء الأخرى، لأنهم كانوا يرون فيها مظهر قوة. الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة، اللي بيعبدوا القمر، اللي بيعبدوا النجوم، دول كانوا بقى لأن النيل كان موجود، والنيل حين يغمر الأرض، وبعدين لما يغمر الأرض عايزين اللي يحوط الإيه للأرض، فكان العجل هو سيد الاقتصاد عندهم. فدي مظهر من مظاهر الإيه، من مظاهر القوة، عجلا جسدا له خوار. طيب ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جوا يعبدوه بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل؟ يكون قال لك يا اخي ده اين وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مش كده، وبعدين ايه مروا على قوم بيعبدوا قالوا عمل لنا ايه اله كما لهم آلهة. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ دي قضية بتهدم كل عبادة لمن دون الله. ليه؟ أم قال لك لأن المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود أوامر، يبقى العابد عنده منهج يريد أن إيه؟ المعبود له منهج يريد أن العابد إيه؟ ينفذه. المنهج ده لازم يكون بواسطة ايه؟ بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين؟ الذين يعبدون الشمس. نقول لهم طب استنى، بتعبدوها يعني ايه؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة، طاعة الايه؟ العابد للمعبود فيفعل ولا تفعل، مش هي دي العبادة؟ طيب الشمس قالت لكم فعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوا ايه؟ اذا ما فيش واسطة كلامية بتقول لهم اعملوا لنا ايه، اعملوا لنا كذا. طيب معبود بدون منهج للعابد يبقى ايه؟ طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني؟ ماذا اعدت له؟ والذي لا يعبدني ماذا اعدت له؟ لو انها مثلا قالت اللي يعبدني هطلع له واعمل له الضوء واعمل له الحراره واللي ما يعبدنيش يبقى كلام معقول، انما ده احنا شايفينها بتدي ده وده. طيب يبقى نقول في الاخر هتدي في الاخر، ما قالتش انني ليا اخره علشان ايه؟ اذا ابطال كل عباده لغير الله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان العباده تقتضي امرا ونهيا، وكل ما عدا الله لا رساله له فيفعل ولا تفعل. ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا، والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا. ألم ير أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا؟ إذا من الأصل في الايه، في المعبود انه يهدي العابد السبيل الموصل الى خيره في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لأنهم أعطوا حقا لمن ليس له إيه حق، وحق إيه؟ والحق أعلى قمة في الحق. ولذلك قال إن الشرك لظلم إيه؟ ظلم عظيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، أكن بقى الحكاية لما بقت جماهيريا وقالوا كده عبود وعملوا العجل ومش عارف إيه وانبسطوا من حكاية خوار ومش عارف
الناس اللي لهم شوية بصيرة أو بقية إيمان قالوا إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي سخيفة أوي يا شيخ، والله ما كان حياتنا نعملها. أم ندموا على إيه؟ على ما كان. يقال ندم ويقال إيه؟ سقط في يده. سقط في يده يعني إيه؟ إحنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطرية الطبيعية في الناس. الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن أمة، لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه؟ إلى لا، وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم، وهذه في كل الأجناس، وهذه في كل الأجناس. الله، إذن ففيه دلالات فطرية هي اللي باقية لنا من الإيه؟ من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات. تعال بقى، الإنسان إذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده ماذا يصنع فطريا كده في كل الأمم؟ يوم يعملها يقولوا عض أنامل الإيه؟ الندم. ليه؟ لأنه عمل شيء ما كان يصح عن إيه؟ فإذا كان الشيء عظيم أو ما يكتفيش بالأنملة يمسك ايده كده يوم يعد الظالم اهي سقط في ايديهم، جت انيابهم على مين؟ على ايديهم. يعني كأن الندم بلغ ايه؟ بلغ ايه؟ اشد. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بقى رجع حالة كونه غضبان وأسف، ده يدل على أنه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية؟ طب إيه الغضب وإيه الأسف؟ الأسف عملية نفسية، حزن. العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الإنسان في إيه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب شيء أحزنه، ده معنى نفسي، وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. تقوم تلاقي اللي يغضب بقى اوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، حياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، دي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ غضبان. يبقى موسى بقت فيه ايه؟ حالتين اتنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه، يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الايه؟ الغضب اللي هو هياج الجوارح. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالوردة، واحد يشوف وردة كونه شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان، اللي جه في نفسه واستقر في نفسه، يروح يمد ايده عشان يقطفها، دي عملية نزوع حركة. بقى التشريع ملوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وان تجد في نفسك، لكن ساعه ما تيجي تمد ايدك التشريع يقول لك لا ده مش بتاعتك، اوعى. العمليه الاسف الحزن، الاسف اللي هيكون عند موسى ما يبانش عند مين؟ عند اللي مخالفين المنهج، انما الغضب هو اللي ايه؟ يبقى لازم العمليه النزوعيه. العمليه النزوعيه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا،
أسف يعني مبالغة مش آسفا، في فرق بين أسف وآسف. آسف دي خفيفة شوية، إنما آسف صيغة مبالغة. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بطيت عليكم، وإبطائي ده تفسروا بإنني مت مش جاي لكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ وانتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله. نعم. فافرض انتوا عجلتم امر ربكم، انتوا استبططوني وقلتوا ايه اللي ما خلاكش يجي، يعني خفتوا انني ايه مت، وما دام مت يبقى المنهج ينطمس. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ اعجلتم امر ربكم والقى الالواح، الالواح اللي فيها الايه، وكتبنا له في الالواح الايه من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على اخوه. واخذ براس اخيه يجره اليه. اهو ده بقى النزوع الغضبي، النزوع الايه؟ الغضبي. النزوع الغضبي خلاه يعمل ايه؟ اخذ براس اخيه. شوف بقى كلمة أخذ برأس أخيه وكلمة أخيه برضو لها معنى، يعني الأخوة هنا بقى ما نفعتش. يجره إليه. فماذا كان رد الأخ؟ قال يا ابن أم، قال ابن أم، ما هي قال ابن يعني هي يا ابن أم، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أم يعني ايه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون طول اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين؟ واللي لقي مشقات هو مين؟ فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه؟ بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأرحام، لذلك لما تجد اخوات من الام واخوات من الاب بس، واخوات من الاب والام، اخوات من الاب والام دول هيمشي لما تيجي ترتبهم. الاخوات من الام يبقى فيهم ايه؟ حنان. اخوات من الاب يبقى دول فيهم ايه؟ فجاب له القدر الايه؟ القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم ايه؟ اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. اما الاب فانتوا عارفين حاجه عن عمران، ما نعرفش حاجه عن عمران، انما ام موسى نعرفها ولا لا؟ اوحينا الى ام موسى، اذا اوحينا الى ام موسى وقالت لاخته قدسيه فيهم وحرمنا عليهم، كلها متعلقه بمين؟ فبيقول له بالاسلوب اللي ايه؟ اللي يحننه. يا ابن ام، ابن ام، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على انني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى انا اديت ولا ما اديتش؟ يبقى اديت. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. الشماته هي ايه؟ هي اظهار الفرح بمصيبه تقع لخصم، ادي الشماته. طب فلا تشمت بها الاعداء. من هم الاعداء؟ اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل. وصفهم بالاعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا دليل على انه وقف منهم موقف العداوه، وان الموقف ده هيفرحهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.